قررت إصدار قرار بالعفو الرئاسي عن كافة الغارمين والغارمات. لأول مرة ستخلو مراكز الإصلاح والتأهيل من الغارمين والغارمات بخروج هذه المجموعة من مركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون بعفو رئاسي، ليتحقق بذلك ما وعد به رئيس الجمهورية: مصر بلا غارمين ولا غارمات. حيث أفرج قطاع الحماية المجتمعية عن 40 سيدة وخمسة وأربعين رب أسرة، ليبلغ عدد المفرج عنهم 85 من الغارمين والغارمات في إطار العفو الرئاسي. دي أحلى هدية جات لي، دي أحلى هدية إن أنا هرمضان مع عيالي، دي بالدنيا كلها. ربنا يبارك له لينا يا رب سيادة الريس، ويخليه لينا ويحفظه وما يحرمنا منه أبدا يا رب. كفاياني كده، يعني أنا بوعد كده إن أنا مش هعمل أي حاجة تاني ولا هاخد حاجة تاني خالص. ربنا ما يرموش في ضيقة يا رب الريس يا رب، ويوقعوش في ضيقة أبدا العمر كله، ويفرحوا زي ما إحنا فرحانين كده. إحنا مش عارفين إحنا فرحانين إزاي الفرحة دي، إن إحنا هنحضر شهر رمضان كده في وسط عيالنا. ربنا يبارك لنا في سيادة الريس زي ما فرح قلبنا ويفرحه، وزي ما طلعنا لعيالنا وخلينا هنعيد في وسط عيالنا ونرمط في وسط عيالنا. وحرصت وزارة الداخلية على حضور أهالي المفرج عنهم في مفاجأة أدخلت البهجة والفرحة في نفوسهم. ومصر مش هتتأخر وهتوفر حياة أفضل، خلاص كل اللي فات انسى، ومن بكرة اللي جاي حياة، ومستحيل في يوم ترفض حياة أفضل. جديد إنك تلاقي مكان. ونشكر الرئيس على اللي عملوني، ربنا يكفر شر الحاجات الوحشة وخليه خلي كرنا يا رئيس. الله يبارك فيك يا رئيس. من جديد في أمان. أسعد يوم عندنا النهاردة إن بنتنا خرجت بالسلامة إن شاء الله، وبارك الله فيكم وتحيا مصر. هنا امتزجت مشاعر الفرحة بين المفرج عنهم وذويهم. الفرصة متاحة أمامهم الآن ليبدأوا من جديد. مبسوطة يا ريس، إن شاء الله يجعلك سعيد في دينك. أنا مبسوطة وبندعي لك إحنا الكل، وربنا يجعلك سعيد في دينك وكتم الأمثالك. إحنا مبسوطين إن أنت فرحتنا الفرحة الكبيرة بولادنا بحضاننا. أنا مبسوطة النهاردة إن مامتي طلعت، وده كان أحسن يوم في حياتي. مامتي مشفتهاش بقالي 4 سنين. بشكر سيادة الريس جدا، وبقول له إحناش عارفين نقول لك إيه على الفرحة اللي أنت عملتها لنا دي، وأنا بشكركم كلكم كلكم عشان أنتوا الناس يعني وقفتوا معانا وقفة جامدة. فرحانة إن أنا هبقى في وسط ولادي وأقضي رمضان في وسط أولادي، والحمد لله. ونشكر سيادة الريس على الجهد اللي هو عمله معانا. مش كنت أتوقع إن أنا أصلا أخرج دلوقتي أصلا لأولادي. أنا وعد الرئيس إن أنا عمري ما همضي تاني، ولا عمري هعمل كده تاني أبدا أبدا أبدا. نوعد الرئيس إن شاء الله اللي إحنا ما نرجعش السجن تاني، ولا نمضي على وصلات تاني بأمر الله. بإذن الله نوعد الرئيس إن إحنا ما نرجعش الحاجات دي تاني والمكان دي تاني. أقام قطاع الحماية المجتمعية احتفالية للمفرج عنهم بهذه المناسبة قدمها زملائهم من النزلاء، حيث عبروا عن فرحتهم الكبيرة بالإفراج عنهم، موجهين الشكر لرئيس الجمهورية على هذه المبادرة الإنسانية التي أتاحت لهم استئناف حياتهم من جديد بعد أن تعثروا لظروف اقتصادية. كما أشادوا بالرعاية المقدمة لهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل. احنا ما كناش متوقعين، فالرئيس يعني الحمد لله وعد ووفى ومحش ما تأخرش عنا. بنقول له يا ريس أنا مش عارف أشكر حضرتك إزاي لحد الآن، يعني أنا في حلم، أنا حاسس إني بحلم، إني ما كنتش مصدق إن أنا هخرج دلوقتي. يقف بين المفرج عنهم بعض الغارمين الذين أفرج عنهم في فترات سابقة، جاءوا للاحتفال بهم ومعهم، مؤكدين على تواصل الرعاية التي تقدمها وزارة الداخلية لهم بعد الإفراج عنهم، حتى تمكنوا من مواصلة حياتهم عبر إدارة شرطة الرعاية اللاحقة التي تتواصل معهم وتقدم الدعم لهم. أنا حاسة قد إيه هم دلوقتي فرحانين، لأني كنت عايشة مكانهم، وإن الحياة برا هتدينا فرصة تانية وناس تقابلنا كويس وهنشتغل وهنعيش. وقد تم توزيع مساعدات مالية وعينية على المفرج عنهم وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية. ومصر
كل سنة وانتم طيبين. كما تم توزيع هدايا على أطفالهم الذين حضروا الاحتفال. ودع المفرج عنهم من الغارمين والغارمات مركز الإصلاح والتأهيل في طريقهم إلى حياة جديدة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، بعد أن أدخلت الفرحة على نفوسهم، لتبقى مراكز الإصلاح والتأهيل خالية منهم للمرة الأولى، وتترسخ بذلك القيم الإنسانية والاجتماعية التي تسعى الدولة إلى نشرها وصولا لحياة كريمة.